اذا المشاهدين في هذه الاثناء كيف ما كتشوفونا امام السجن المدني هنا ديال تولال مدينه مكناس، لحظه خروج الشاب ايوب المغربي بكل اطيافه الذين ابوا الا ان يخرج ايوب، الا ان يعانق الحريه، الا ان يعانق صفوف الدراسه، فهنيئا لايوب. اذا في هذه اللحظات ايوب يعانق الحريه، هي فرحه عارمه، فرحه العائله، فرحه الاسره، فرحه الجندي المرابط بتخوم المملكه عبر حدودها، هي فرحه عارمه. فشكرا لكل من ساهم، شكرا لكل فعاليات المجتمع المدني، شكرا لاعمال روح القانون عوض نص القانون، شكرا لكل من ساهم في هذه الفرحه، لا يسعنا الا ان نشارك جميعا هذه الفرحه الكبيره. ايوب اخيرا اذا هو ايوب فتانا المدلل، فتاوي سلان المدلل، اعتذر. فرحه لا يمكن وصفها. إذا أيوب في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الأخت ديالو، الأخت ديالو، خلي خويا مجموعين مجموعين، عيبلات عيبلات، عيبلات، لا لا لا، بالمباشر، أجي أيوب، أجي بل 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 في الكادر، على سلامتك، على سلامتك، عيبلات عيبلات عيبلات، إخوان الصحافة اللي غيصور يصور، عيني ناخذ غير غير واحد الدقائق دابا داير اللايف مباشر، دابا كما كتشوفي المشاهدين كيشوفوا ديال قناة شوف تي في الفرحة، هضر لنا عطينا هذا، عيني عيني تفضل، عيني عاودي 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 عاودي، كنشكر المغرب اللي ضامن معنا من الصغير للكبير وفرحانين بزاف بخروج الأخ ديالي، وكنشكر سيدنا الله الوطن الملك الله ينصرو، وكنشكر وزارة القضاء اللي دارت إعادة النظر في الملف خويا. شنو الشعور ديالك الحالي؟ الشكر ملك البلاد، هو الشكر لكلمه شوف العم ديالو، فرحه عارمه لا يمكن ان تسعى هذا الحضور. العم ديالو كذلك يعطيه واحد، كذلك على المباشر العام ديال ايوب، كيفاش عودنا على الفرحه الاحساس ديالكم؟ ما الفرحه ما نقول لك زعما فرحان بزاف، فرح الشعب المغربي كامل، وعاش الملك وعاش الشعب كامل، وكنشكر القضاء في كل شيء في جميع الحوايج، عاش المغرب، عاش الملك، الدموع كنشوفوا الدموع، الدموع الفرحان، عاش الملك فرحانين، والشعب كله فرحان، والاب راه مريض، انا عمو بحال ولدي، شنو نقول لكم راه فرحان بزاف. شنو الرساله ديالكم اخي؟ كنشكر الملك وكنشكر الشعب كامل، وكنشكر المواطنين، وكنشكر القضاء اللي عاود النظر ديالو في هذا الحكم هذا، والحمد لله، شكرا. برافو. اولا وقبل كل شيء رشيد السلمي رئيس جمعيه شباب البيعه لمغرب الغد، الجمعيه التي وضع محاميها وباسمه وباسم الجمعيه طلب السراح المؤقت لايوب، هذا الشاب الذي كنا نتمنى ان دابا انا تلفت في الهضره ما بقيت ما نقول، لان بصح هذا نهار كبير، هذا انتصار للعداله ديال المملكه المغربيه، هذا انتصار للعداله ديال السده العاليه بالله صاحب الجلاله، اللي في نفس النهار ملي خرج ايوب كنعرفوا بان كان هناك تخفيف ديال الحكم على واحد اخر في مدينه العيون، وكنتمنوا ان حتى ذاك الشاب ديال مدينه طنجه تا هو يتم تخفيف ديال الحكم ديالو. تنشكر المحامي ديال جمعيه شباب بيع المغرب الغاد اللي دار يد وجلين باش ان يخرجوا، وكنتمنوا ان الشباب ديال المملكه المغربيه كله يلقى يعني الاخر اخ بوحسن حتى هو يخلي كلمه اخرى ديالو. بصراحه تحيه طيبه من هذا المنبر، بطبيعة الحال احنا سجيد سعداء ابناء الحي ايوب كاملين، انتم كتشوفوا عدد اللي ساقوا الخبار جاو، كاين واحد العدد كبير كيسيلوا في المدخل نتاع منطقة ويسلان، علاش؟ لان بالنسبة لنا هذه قضية التلميذ ليست اقل ولا اكثر، هو مجرد تلميذ نقل واحد الكلمات، تعاقب الحمد لله ان القضاء الحمد لله ان القضاء قال كلمته يعني بروح القضاء ماشي بالقانون بالفصول، وكنشكروا من هذا المنبر جميع من تضامن مع ايوب، من فنانين، من جمعويين، من وطنيين غيورين على الوطن، كذلك كنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، كذلك القضاء والنيابه العامه وجميع الاجهزه الامنيه اللي قامت بهذا الجهد، ان التلميذ غادي يرجع للمدرسه ديالو
اليوم كما كتشوفوا الاب والام ديالو ما قدوش يجيو لانهم مرض، ولكن حنا متاكدين بانه بمجرد انه غيتغيو بالدار الاب ديالو الام ديالو غترجع لهم الحياه وغيكونوا على خير. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا انتظرونا ان شاء الله غنلتحقوا كذلك داير بالمباشر الى منزل الشاب ايوب. خليكم معنا في المباشر وانتظرونا في اللايف او المباشر الثاني ان شاء الله.